الفنانة السورية ميرنا شلفون تفزع بوفاة والدها شاهده، وأول تعليق لها بعد وفاته ومعلومات عنها. فوجعت الفنانة السورية ميرنا شلفون بوفاة والدها محمود حسين شلفون عن عمر ناهز 85 عاما وفق ما أعلنت عبر حسابها في إنستغرام يوم الثلاثاء. ونشرت الفنانة ميرنا شلفون صورة لورقة النعي وعلقت قائلة: الله معك يا نور عيوني وأغلى من روحي. وتابعت: إن لله وإن إليه راجعون، الله يجعل مثواك الجنة ويرحم روحك الطاهرة يا حبيب عمري. والد الفنانة ميرنا شلفون. وزرع في الوقوف إلى جانب الفنانة ميرنا شلفون الكثير من الفنانين مقدمين لها كلمات العزاء والمواساة ومتمنين أن يساعدها الله في هذه المحنة. ومن بينهم الفنانة مرهان حسين ورنا شميس ومصطفى الآغا شكران مرتجى قمر خلف نضل الرواس محمود نصر رنا الأبيض سحر فوزي وديانا كرزون. وكتبت الفنانة السورية شكران مرتجى: تعزية الحارة لصديقاتي مدلين ومرلين وميرنا، الله يرحم أبوكم ويخليلكم أمكم يا رب. كما كتبت الفنانة ديمة بياعة: والد الأخت والصديقة ميرنا شلفون ومدلين ومرلين في ذمة الله، الله يصبركم ويقويكم، تعزية لكل العائلة ويا ريتني معكم. وحرص متابعو الفنانة السورية على مواساتها عبر التعليقات على منشورها التي امتلأت بالدعوات لوالدها الراحل. وجاء من ضمن التعليقات: العمر إلك حبيبة قلبي، الله يرحم روحه ويصبر قلبك. وكتبت الفنانة السورية ميرنا شلفون عبر صفحتها الانستغرام رسالة شكر لكل من قدم التعزية بوفاة والدها، حيث قالت: بدي أشكر كل إنسان وصديق ومحب بعت لو كلمة عزانا فيها بوفاة والدي نور عيوني، شكرا على كم الحب يلي غمرتوني فيه أنا وأخواتي. وتابعت: وبعتذر جدا جدا لعدم القدرة على الرد بالوقت الحالي على الرسائل بسبب الظرف الصعب، سامحوني. وأضافت: ينعاد عليكم الشهر الفضيل وإن شاء الله ما بتشوفوا شر يا رب يا غاليين، والله يرحم موتاكم، بتمنى من الجميع الدعاء لوالدي بهالأيام الفضيلة بالرحمة. ويذكر أن الفنانة ميرنا شلفون طلبت من جمهورها مؤخرا الدعاء لوالدها بالشفاء العاجل بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث نشرت عبر حسابها على إنستغرام صورة له وكتبت: يا أغلى قطعة بقلبي، يا نور عيوني يلي بشوف فيها، يا نفسي يلي عايشة فيه. وأضافت الفنانة ميرنا شلفون: يا عمري كله، يا كل حياتي وذكرياتي الحلوة. وأعربت الفنانة السورية عن حزنها العميق لما يعانيه والدها، ووصفته بالحضن الدافئ واليد الآمنة، وخاطبته بأنها تحبه جدا ولا تحب أحدا مثله، وأن الحياة من غير وجوده لا معنى لها. وذكرت أنها تواصلت معه ورد عليها بصوت متعب ومنهك بعد أن كان صوته رمزا للقوة حسب تعبيرها. وكتبت: لما امبارح حكيتك قلت لك يا بابا يا حبيبي، جاوبتني بصوتك المنهك شو يا قلبي. وتمنت من الله أن يأخذ من عمرها ويعطي والدها الصحة والعمر المديد، لأن قلبها لم يعد يحتمل تعبه ومرضه. ودعته لينهض ويقف صامدا أمام المرض، ليذهبا بعيدا إلى طرابلس المكان الذي يحبه وقضى فيه أجمل أيام حياته. وطلبت ميرنا من جمهورها الدعاء لوالدها وكتبت: ادعوا له الله يعافيه الدعاء غير القدر، والله يحفظ لكم أهلكم ومحبينكم. وتطل الفنانة ميرنا شلفون في مسلسل صبايا الجزء السادس
الذي سيعرض في رمضان 2023، وهو من تأليف محمود إدريس وإخراج فادي وفائي. ميرنا شلفون ممثلة سورية، ولدت في 28 من شهر نوفمبر عام 1987 في العاصمة السورية دمشق، وتبلغ من العمر 35 عاما. وخضعت ميرنا شلفون لعمليات تجميل في الأنف ونفخ الشفاه مع البوتوكس، وعرفت بتمثيلها شخصيات جريئة للغاية، ووجه لها الجماهير الكثير من الانتقادات بسبب ذلك. كما أنها خارج عملها الفني تظهر بشكل مستمر بملابس مثيرة للجدل، وهي من معجبات النجم عاصي الحلاني، وصرحت قائلة: عاصي الحلاني بجنن. وتعد من الممثلات السوريات الصاعدات، وبدأت مشوارها الفني بعد أن تعرفت على ممثلين وممثلات كبار ساعدوها كثيرا. الظهور الأول لميرنا شلفون كان في مسلسل تغريبة الفلسطينية، ولعبت دور سلمى السويدي عام 2004 مع المخرج الراحل حاتم علي. ودخلت الوسط الفني بالصدفة عندما كانت تذهب إلى كواليس تصوير المسرحيات والمسلسلات برفقة أختها المكيير مارلين، وتعرفت على الممثلين والمخرجين، وشاركت بعدها في عام 2006 بأربع مسلسلات، وهم وشاء الهوى، انتقام الوردة، صدى الروح، ومسلسل أهل الغرام. وتوالت بعدها الأعمال، وعرفت بأدوارها وملابسها التي امتازت بالجرأة، والتي أثارت الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووضحت ميرنا شلفون أنها حتى لو لبست العباءة سيقولون أنها جريئة، وطول مسيرتها الفنية لم تقدم دورا مبتذلا. وقدمت ميرنا أكثر من 50 عملا في الدراما السورية والعربية، أبرزها قلبي معكم، العشق الحرام، مدرسة الحب، العراب.